السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الرئيسية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم ومستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم وأعضاء مكتبه. ارتفاع حصيلة الزلزال في المغرب إلى أزيد من 2120 ضحية. والجزائر تبدي استعدادها في حال قبول المغرب إفادة فريق تدخل من الحماية المدنية بشكل استعجالي متكون من 80 منقذاً متخصصاً. تنصيب الولاة الجدد لولايات الطارف عنابة وأم البواقي. وضمن مراسم التنصيب تأكيد على مضاعفة الجهود من أجل التكفل بانشغالات المواطنين وبعث تنمية محلية حقيقية. ولاية خنشلة تحقق محاصيل وافرة من التفاح باعتماد التقنية الحديثة والزراعة المكثفة. وبولاية عامة تسريع وتيرة منح عقود الامتياز ورخص حفر الآبار لإعطاء دفع للاستثمار الفلاحي بالمنطقة. رفع المردودية رهان المستثمرات الفلاحية بسيدي بالعباس بإدراج تقنيات الزراعة المدمجة مع تربية المائيات. ومن الصياد إلى المستهلك مبادرة من مهنيي الصيد البحري ببومرداس ضبطاً للأسعار. نتابع في المشهد الثقافي الإبداع في حضرة الفن الرابع بمسرحية ثورة على ركح المسرح الوطني محي الدين بشترزي وعروض فنية من عمق أصالة وتراث ولايتي المنيعة والهويرة في ضيافة عاصمة سيرتا قسنطينة. أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم وأعضاء مكتبه. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد النذير العرباوي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد بعلام بعلام. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم أكد عقب استقباله من قبل السيد الرئيس على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للمجتمع المدني. اللقاء اليوم بالسيد رئيس الجمهورية مع أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني تم في نقاش وحوار تفاعلي كبير جدا على ضوء أيضا سياق دولي إقليمي متميز وأيضا ارتداداته على مستوى البلد وعلى مستوى كل المنطقة. يقينا أن التركيز الأول والكبير جدا كان على الجزائر وعلى أيضا أهم انشغالات المواطنين وأيضا على المجتمع المدني في هذا المنظور الديمقراطي الذي ركز فيه سيد رئيس الجمهورية على تمكين المجتمع المدني وتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره قوة، باعتباره أيضا تمثيل تاع مواطنة وباعتباره أيضا شريك. كل هذا النقاش كان مركز على محاور عديدة اقتصادية اجتماعية ثقافية وأيضا على آليات التمكين القانونية وأيضا آليات الدعم اللي تركز على إدارة المشاريع وموقع المجتمع المدني كشريك على مستوى الحكامة المحلية. هذه النقاط اللي تمت اليوم كانت أولا متناولة بنقاش حر متنوع مكن فيه كل أعضاء المجتمع المدني الحاضرين اليوم اللي يمثلوا المرصد الوطني للمجتمع المدني بحوار واسع استقبله سيد رئيس الجمهورية بتفاعل ونقاش. مكننا أيضا من ربط بين هذه الرؤية السياسية لسيد رئيس الجمهورية في علاقته مع المجتمع المدني وأيضا في العلاقة التفاعلية مع قضايا المواطنين والمواطنات اليومية. كل هذا التوجه في تقديري يعتبر خريطة الطريق وأيضا رؤية زيد تعزز من مكانة المجتمع المدني سواء على مستوى القانوني سواء أيضا على مستوى
التعامل اليومي مع الإدارات المحلية والمركزية لتمكين المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في الحكم الراشد، وأيضا باعتباره يدير المشاريع التي من شأنها أن تنتج الثروة في الجزائر وتحقق الاندماج الاقتصادي. هذه النقاط لقينا فيها دعم مباشر من السيد رئيس الجمهورية، قرارات أيضا في هذا الشأن اللي راح تعزز في المراحل القادمة القليلة إن شاء الله أدوار المجتمع المدني، مكانة المجتمع المدني، وأيضا الفاعلية والجاهزية على المجتمع المدني. إن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير. على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أكد ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية أنه وفي إطار المساعدات اللوجستية والمادية المستعجلة التي أبدت الجزائر استعدادها لتقديمها للشعب المغربي الشقيق من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف، تعرض الجزائر في حال قبول المملكة المغربية لعرضها إرسال فريق تدخل من الحماية المدنية على جناح السرعة يضم 80 منقذا متخصصا، ويتكون فريق التدخل من فريق للإنقاذ والبحث وفريق طبي وفرقة سينو تقنية متخصصة في البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية أولية لاسيما الخيم وأسرة المخيمات والأغطية. وفي تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المناطق بالمغرب، تخطت حصيلة ضحايا حاجز 2100 ضحية وأزيد من 2400 جريح، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها بالقرى والبلدات المعزولة في المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد والتي سجلت بها أضرار جسيمة وانهيار لعدد من المباني السكنية والمنشآت. حليم علام. مع مرور الساعات والدقائق ترتفع أعداد الضحايا وتتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. أكثر من 2100 قتيل ونحو 2400 جريح حصيلة مرشحة للارتفاع. هكذا يبدو المشهد في عدد من قرى ومدن المغرب بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة والذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر. الزلزال الذي سجل على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي مدينة مراكش يعد أعنف زلزال يتم تسجيله في المغرب على الإطلاق. مدن وقرى سويت بالأرض ولم يتبق منها سوى صور الدمار والخراب. مراكش المدينة الأقرب لمركز الزلزال كانت الأكثر تضررا وشهدت انهيار عدد كبير من المباني والممتلكات، وهو ما دفع السكان للفرار والبحث عن مناطق أكثر أمنا، خاصة وأن الهزات الارتدادية التي يمكنها أن تستمر عدة أيام قد تدمر ما تبقى من المنازل والمباني. وفي وقت تشهد المستشفيات في عدد من المناطق المتضررة تدفقا كبيرا للمصابين، تتواصل جهود الإغاثة لمحاولة العثور على ناجين تحت الأنقاض. تبعا للحركة التي أجرها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولات والولات المنتدبين، أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب ولات كل من الطارف عنابة وأم البواقي. مراد أكد بالمناسبة على ضرورة تضافر الجهود من أجل بعث البرامج التنموية استجابة لمتطلبات الساكنة. خالد حجلالي. وترأس هذا اللقاء تسير الشأن المحلي فعليا بأساليب حديثة تحقق التنمية المستدامة والشاملة للمواطن، توجيهة ركز عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال إشرافه على مراسم تنصيب محمد مزيان واليا جديدا لولاية الطارف الحدودية ومن ولاية عناب التي تتوفر على مؤهلات هامة في خدمة التنمية والتكفل بانشغالات المواطن لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. يدعو إبراهيم مراد إلى تبني مقاربة تشاركية لبلوغ تنمية مستدامة بالولاية، وهذا خلال إشرافه على مراسم تنصيب الوالي الجديد عبد القادر جلاوي. والتأكيد أيضا على بذل المزيد من الجهود للدفع بالحركة التنموية محليا مسعى آخر شدد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ولاية أم البواقي خلال إشرافه على مراسم تنصيب الوالي الجديد للولاية عيسات عيسى. لا بد من تذكير
تعليمات السيد رئيس الجمهورية المزداد خلال لقاء الحكومة والولايات الأخير، والذي ألح فيه على ضرورة استقبال المواطنين والإصغاء إلى انشغالاتهم بالتنسيق مع مصالح وسيط الجمهورية والحرص على التكفل الأمثل بها. وضمن استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، يتوجب على ولاة الجمهورية اليوم العمل ضمن الأهداف المنشودة. وتأتي هذه الحركة ضمن مقاربة اقتصادية فعالة لمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم تحقيقا للتنمية المحلية. التقرير لوسيلة بوشارب. أدعو كذلك السيد الوالي إلى العمل على تسيير الشأن المحلي ضمن مقاربة اقتصادية فعالة تقوم على مرافقة المستثمرين وتقوم على تذليل كل العراقيل التي قد تحول دون تجسيد مشاريعهم مواكبة للحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مع الحرص على المتابعة الدورية لكل المشاريع المنجزة أو تلك التي هي قيد الإنجاز على مستوى ربوع الولاية. توجيهات صارمة أسدتها الحكومة لولاة الجمهورية قصد اعتماد مقاربة اقتصادية فعالة تعتمد على مرافقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم. فما هو المطلوب من المنتخبين المحليين والولاة؟ المقاربة الاقتصادية يجب أن تتحول من منظومة تسييرية إدارية إلى منظومة تسييرية لخلق الثروة في المرحلة القادمة، من خلال طبعا خلق المؤسسات وخلق طبعا مناطق النشاط على مستوى المحلي، لأنه راح يكون طبعا استراتيجية وتصور في المرحلة القادمة لنوعية طبعا الإنتاج، نوعية المؤسسات، كمية المؤسسات. استحدثت الحكومة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تشرف على ترقية المشاريع الاستثمارية، فيما يطالب الجهاز التنفيذي ولاة الجمهورية بمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم. قوانين مهمة جدا في المرحلة القادمة لمرافقة هذه العملية، من بينها قانون طبعا البلدية والولاية، وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، ليعطي أكثر حرية بالنسبة لي الجماعات المحلية للمبادرة لخلق الثروة، لخلق عملية تشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام. إذن تعول السلطات العمومية على إرادة المنتخبين المحليين والولاة في الاندماج في هذه المقاربة الجديدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. في مجال الاستثمار، يستقطب الاستثمار في مجال زراعة التفاح الكثير من المستثمرين، إذ يخوض العديد من الفلاحين بولاية خنشلة تجربة الزراعة المكثفة لأشجار التفاح والمنتهجة في الكثير من الدول الرائدة، لما تحققه من نتائج باهرة بالشراكة مع المتعاملين الإيطاليين. عبد الرحمن شباح. تكثيف غراسة أشجار التفاح بخنشلة تقنية جديدة تشهد إقبالا متزايدا من قبل فلاحي المنطقة لما لها من مردود طيب بخلاف الغراسة التقليدية، فهي تسمح بمضاعفة الإنتاج 3 مرات فضلا عن توفير الجهد وربح الوقت. هذه غراسة أفريل 2023، كما نشوف فيها اعطت الانتاج السنة. هذه ميزاتها أنها أولا قابلة للإنتاج في العامها الأول، وتدخل بكثافة في الإنتاج في العامها الثاني. احنا في إحدى المستثمرات هنا في بلدية المصارة، نجاح للتفاح المكثف جولدن بارسي. الإشكالية الوحيدة هي المياه، كان فيه دراسة للسدود في 3 إجوباك وتافرنت، نتمنى وتجسد على أرض الواقع. زراعة أكبر عدد من الأشجار في الهكتار والتي تصل 3000 شجرة وتحسين نوعية الإنتاج من أهداف الزراعة المكثفة، وهو ما توصل إليه فلاح منطقة بوحمامة والمصارة بعد إبرامهم اتفاقية مع متعامل إيطالي لتوريد الشتلات. يمكن توسيع هذه الشعبة والزيادة في المردود، حيث يمكن أن نصل إلى 1000 قنطار في الهكتار. هذا عكس الزراعة التقليدية التي تتميز بزراعة 500 شجرة في الهكتار. اعتماد تقنية التكثيف تعرف توسعا من عام لآخر بفضل الانخراط في التعاونيات الفلاحية،
والتي تهدف إلى زيادة المساحات المغروسة من التفاح، وكذا دخول عالم التصدير مستقبلا، ناهيك عن تخفيض فاتورة الاستيراد. وبهدف تسوية وضعية المستثمرين الذين باشروا نشاطهم الفلاحي بنعامة دون الحيازة على سند قانوني، يسهر القائمون على القطاع بالولاية على تسريع وتيرة منح عقود الامتياز، فيما تعمل الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية على امتصاص الفائض من المحاصيل الفلاحية واسعة الاستهلاك. محمد بخدام. تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع الهيئات المحلية بولاية النعامة على إيجاد الحلول للمستثمرين الذين لا يحوزون على سند قانوني من أجل طمأنتهم وضمان الاستمرار في الإنتاج الفلاحي. الحمد لله يا ربي، كي تكون عندك سند قانونية راك تخدم بصفة قانونية، تكون عندك كوراج بتخدم. الحمد لله القانون هذا زاد فينا النص، أكثر من النص. نتمنى لخوتنا المستثمرين واللي صرفوا واللي ثاني كذلك، ربي سبحانه وتعالى يسريهم والاموال تاعهم ما تمشيش هباء منثوره، وحنا هذه زياده في بلادنا. الحصول على عقد الامتياز يتيح للمستثمر الاستفاده من التمويل البنكي والحصول على رخص حفر الابار، بالاضافه الى امتيازات تمنحها الدوله للناشطين في القطاع الفلاحي. استنى منها الفلاح اللي نجسدوا له عقد الامتياز، ان شاء الله اليامات هادو تكون مرحله الاخيره اللي تسمح لنا باش كل فلاح على القطر الجزائري يكون عنده هذا السند القانوني اللي يخليه يخدم بكل ارتياحيه. الناس اللي طايحين في مناطق تاع لي زون دو كابتاج، يعني من مناطق المياه الموجهه للاستهلاك، يعني لازم تؤخذ بالاعتبار. كاين البعض الاخر اللي كاين في مناطق اللي هي مناطق اللي تعتبر تابعه لوزاره الطاقه، يعني لازم تنجنبوها. هذو سنقوم باجراءات اخرى ان شاء الله للتكفل بالملفات هذو في اطار قانوني. ومن اجل التكفل بفائض الانتاج الفلاحي بولايه النعامه، اصبح بامكان الفلاحين بيع الزائد من المواد ذات استهلاك الواسع للشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية. لكي تتمكن من اقتناء فائض الانتاج الذي نلاحظه عند كثير من الفلاحين عبر القطر الوطني. للإشارة، فإن ولاية النعامة استفادت من برنامج 1300 كيلومتر طولي من شبكة الكهرباء الفلاحية لفائدة أزيد من 800 مستثمرة فلاحية. ودائما ضمن الاستثمار في المجال الفلاحي، استطاعت المستثمرات الفلاحية بولاية سيدي بالعباس بلوغ نسب إنتاج هامة بفضل إدراج تقنيات الزراعة المدمجة مع تربية المائيات، ما شجع الفلاحين على خوض هذه التجربة والمساهمة في رفع المردودية. المتابعة لمسين حمية. زيادة في الإنتاج، ترشيد للموارد وتحقيق للاستدامة الاقتصادية، أنموذج للمستثمرات الناجحة بولاية سيدي بالعباس في مجال تربية المائيات المدمجة مع الوسط الفلاحي، التي أثبتت نجاعتها مؤخرا باستزراع مثل هذه الأحواض بصغار السمك من نوع البلطي الأحمر أو التلابيا، واستعمال مياهها لسقي هذه الأشجار المثمرة. درت هذه التجربة وصدقت عندنا هذا الفلاح، هذا الأسماك، والناس راه طالب عليها، هذه الأفراخ الصغيرة هذه راه طالب، وانا نمدو لهم، نمدو لولاية معسكر التابعة للسيك. جيت عند خويا هنا زبلاح، بغيت ندير عندها الأسماك الصغيرة هذه بهرنا نستثمروا فيها ان شاء الله، وشدنا باللي فيها مردود مليح. النتائج تاع التكوين وتاع الاستزراع اللي قمنا به راكم تشوفوا فيها على ارض الواقع، في الزيتون تاعه، في المحاصيل الزراعيه اللي كانت يعني ما شاء الله مقارنه بالمياه العاديه. استنساخ مثل هذه التجارب المدمجة بين تربية المائيات والفلاحة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي، وهو ما تسعى لتحقيقه مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بولاية سيدي بالعباس، بمرافقة الفلاحين وتكوينهم لبلوغ نسب هامة من الإنتاج، ومن ثم تحقيق الريادة في هذا النوع من الفلاحة الصديقة للبيئة. تنقل لمصالح المديرية الفرقة التقنية عدة مرات الى المزرعه، حيث وقفت على مراحل تحضير الاحواض من اجل الاستزراع. المهام الثانيه تاع الغرفه هو المرافقه، التكوين، التحسيس،
هذه العملية يعني لقت يعني استحسان من قبل الفلاحين، ورانا نشوفوا سمحت بتسوية يعني توسيع المساحات المستزرعة من خلال هذه التقنية التي تعمل على استزراع صغار الأسماك وتأطير هؤلاء الفلاحين، اللي سمحت يعني بالحصول على منتوجات فلاحية ذات قيمة غذائية عالية ومردودية كبيرة. تعاملنا معهم في تسويق مادة لادوراد ولا تيلابيا. هذه لادوراد غوايال راها منتوج مليء بالبروتينات. هذا وتسعى هذه الوحدة المتخصصة في إنتاج الثلوج الصناعية حفظ وتسويق منتجات الصيد البحري بالولاية لتكون حلقة هامة تجمع بين المنتج والموزع. وفي مبادرة لمهنية الصيد البحري بزموري لتوفير أجود أنواع السمك، تم فتح نقطة بيع مباشرة بين الصياد أو من الصياد إلى المستهلك بأسعار في المتناول، تقول ملكة خليفة. الله فارغ هنا اليوم في السوما. الله يبارك فيك. أنا عندي شوية دورات. هي عملية بيع مباشرة للأسماك بين المنتج والمستهلك. الأسعار معقولة حسب الزبون مقارنة بما هو مطروح في الأسواق. بالك واحد 10 سنين ولا ما شفت هذا البري. سي لا بريمير فوا شفتو سي بور سا جيت ديريكتومون من الدار لهنا. كاين لقينا لوكازيون جيت نصور ولادي هنا عند عند البابر هذو، لقيت البري هذا 20000 كيلو. قلت له اعطيني 6 كيلو 3 كيلو في ساشي 3 كيلو في ساشي. شينا اليوم السردين راه البري تاعو 20000، يعني ربما السعر هذا متاح لكل المواطنين، ونتمنى ان شاء الله هذه المبادره تعمم. السردين بمبلغ 200 دينار وسمك القاجوج الملكي بسعر 1090 دينار. الجميع واحد سمع بالمبادره هذه راه يجي وراهم كاين. بيان سور صافي بيان لونطون ما كانش بري كيما هكذا، كيما في دي كيلو يدي 3 كيلو على حسب لو مارشي، كيما كان دير 50 60 الف يقدر يدي كيلو كيلو ورطل، مي 20000 يدي 3 كيلو يدي حتى 4 كيلو. ديت لا دورات 3 كيلو و1 كيلو سردين. مشاركه في هذه الحمله التضامنيه بمناسبه الدخول الاجتماعي اجل جعل يعني سعر سمك القاجوج ومنتجات التربيه المائيه بصفه عامه في سعر مقنن وثابت طيله هذا الاسبوع من اليوم الى غايه الجمعه ان شاء الله، اللي هو بسعر 1090 دينار جزائري. تنظيم عمليه تضامنيه يقوم بها الصيادين للبيع المباشر من المنتج تحت شعار من المنتج الى المستهلك، فكانت المبادره بتنظيم نقاط بيع ثابته واخرى متحركه. العملية متواصلة إلى غاية نهاية الأسبوع، والفرصة مواتية للمواطنين لاقتناء هذا النوع المفضل لهم من الأسماك. في التعاون استقبل اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رئيس مجلس الدولة الإيطالي لويجي ماريوتي. اللقاء سمح للطرفين باستعراض سبل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتعزيزه إلى آفاق أوسع. رئيس مجلس الدولة الإيطالي استقبل أيضا من قبل وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بمناسبة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، والتي انطلقت في ديسمبر 2022 ونظمت خلالها أيام تكوينية حول النصوص القانونية في إطار تعزيز قدرات إطارات الدولة في مجال التشريع. في ذاكرة الوطنية وضمن برنامج الاحتفال بستينية الثورة التحريرية، تم إنجاز العديد من الأفلام والوثائقيات التاريخية، بينها ثلاثة أفلام مطولة، حيث يرتقب عرض فيلم زغود يوسف في ذكرى 69 لاندلاع الثورة، فيما سيتم عرض فيلمي بوغرة وسيل حواس في سبعينية اندلاع الثورة. وبالمناسبة أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق خلال عرضه لحصيلة برنامج الستينية بحضور وزير الاتصال، أكد سعي قطاعه لتعميم الرقمنة وتوسيع الخارطة المتحفية للجزائر. العمل الآن هو تطبيق توجيهات السيد الرئيس في موضوع العصرنة والرقمنة. نحن مضينا في هذا المجال بالنسبة لوزارة المجاهدين يعني حيزا وافرا من التقدم في موضوع تجسيد هذه التوجيهات. فنعتمد الآن مقاربات جديدة في إطار أقول ستينية الاستقلال في موضوع تبليغ التاريخ الوطني
نحن من خلال مؤسسات القطاع التي تتوفر الآن على 43 مؤسسة متحفية، بين متحف وطني للمجاهد، متاحف جهوية، متاحف ولائية، والتي نسعى إلى توسيع الخريطة المتحفية في هذا المجال حتى نبلغ الغاية المرادة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري بزموري من الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. في إطار محاربة الجريمة عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بزموري من الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. تعود الوقائع إلى معلومات تحصل عليها قائد فرقة الأمن والتحري بزموري، مفادها وجود شبكة تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. إثر هذا تم وضع خطة ونصب كمين، حيث تم رصد المركبة وإيقافها، وبعد تفتيشها أسفرت العملية عن حجز 13,029 قرص من نوع بريغابارين 300 ميليغرام، وتوقيف 8 أشخاص متورطين في القضية. سيارة سياحية، هواتف نقالة، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية. دوليا، وفي فلسطين المحتلة أصيب 5 شبان فلسطينيين اليوم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم العروب شمال الخليل، عقب تشييع جثمان الشهيد الذي سقط أمس على يد قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم، فيما تم اعتقال 5 فلسطينيين من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ثمن الاتحاد الإفريقي قرار انضمامه إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، مما سيشكل إطارا ملائما لتوسيع نطاق المرافعة لصالح القارة السمراء والمساهمة الفعالة في مواجهة التحديات العالمية. هذا وتوج اجتماع مجموعة العشرين المنعقد بنيودلهي الهندية ببيان ختامي تلتزم فيه دول هذا التجمع بتعزيز التجارة المفتوحة والعادلة والقائمة على القواعد المعروفة في السلع الزراعية والأغذية والأسمدة، وعدم فرض حظر أو قيود على التصدير والحد من تشوهات السوق وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. كما حذرت المجموعة من الأزمات المتتالية التي تهدد النمو العالمي على المدى الطويل، متوقعة مزيدا من المصاعب مستقبلا. والآن مشاهدينا، حان وقت صلاة العشاء بالعاصمة وما جورها من مدن، لنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. نواصل نشرتنا مشاهدينا، وفي أخبار الرياضة، أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم آخر حصة تدريبية له على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وبحضور كل العناصر الوطنية. الحصة خصصها الناخب الوطني جمال بالماضي للجانب التكتيكي قبل التنقل غدا صباحا إلى العاصمة السنغالية داكار لمواجهة المنتخب السنغالي وديا الثلاثاء المقبل. إلى المشهد الثقافي، وضمن عروض ستينية الاستقلال المتعلقة بالإنتاجات المسرحية، عرض مسرحي موسوم بثورة من إنتاج المسرح الجهوي لسيدي بالعباس. العرض حضره كل من وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسمعية البصري أحمد راشدي، إلى جانب ثلة من الفنانين والأدباء والسينمائيين. وعن التلفزيون ما يخرفي. العرض المسرحي ثورة، المقتبس عن نصوص الجثة المطوقة، والأجداد يزدادون شراسة لكاتب ياسين في ضوء أحداث 8 ماي 1945. الدولة العظمى ستصنع. عمل تراجيدي قدم نظرة عن الجوانب الاجتماعية والسياسية في أي ثورة ضد المستعمر. لن نتكلم بعد. أنت الوالي. العرض شهد حضورا واسعا للجمهور من عشاق الفن الرابع الذين تجاوبوا مع أحداث المسرحية. ثورة عمل مسرحي يأتي ختاماً للبرنامج المسرحي المصدر في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال، عمل ترك بصمة فنية لدى الجمهور. استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج بمقر المحكمة وفداً يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثاً بالمديرية العامة للأمن الوطني. الوفد استقبل أيضاً من قبل أعضاء المحكمة الدستورية. وبالمناسبة ألقيت محاضرة للتعريف بالمحكمة الدستورية واختصاصاتها ودورها في ضمان احترام الدستور والحقوق والحريات، وتندرج الزيارة في إطار تربص تطبيقي لإطارات الأمن الوطني. وفي المشهد الثقافي، أو إلى مدينة الجسور المعلقة، حيث أسدل الستار على الأسبوع الثقافي لولايتي المنيعة والبويرة بقسنطينة بعد فعاليات متواصلة شاركت فيها كل المكونات الثقافية من باحثين وخبراء في التراث وفنانين وحرفيين وأدباء أبهروا الجمهور القسنطيني. محمد زمولي.
برنامج واعد تزاوجت فيه الألوان الثقافية وتلاقحت فيه التقاليد والأفكار وتآخت فيه الأرواح والأنفس لتؤكد بأن الوطن غني بتنوعه في الأسبوع الثقافي التبادلي لولايتي المنيعة والبويرة بقسنطينة. العباد نساكل عليهم الله يبارك فرحني يسنى نود لا ربك بالغار ذاكي يركل لي مشهور يسميس يقول لي هذاك اللي ربي نكابل اسمها ثقن دورث الاقصار نتاعنا. جينا من خلال ما نحمله من ثقل تاريخي واخر ثقافي لاحواننا واحبتنا ومثقفينا في قسنطينه من خلال هذا المعرض الذي يحتوي على كل ما تحتوي به مدينة سور الغزلان على غير ولاية البويرة من تحف من حياكة من نسيج من صناعة تقليدية من كتب من زخم تاريخي وآخر ثقافي مادي ولا مادي. فوتنا 6 أيام يعني رائعة جدا 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 وإن شاء الله ماذا بينا الوزارة الوصية زيد توصلنا في هذه الأسابيع الثقافية باش يوقع التلاحم بين الولايات والفنانين يعني كل الفنانين. معارض للحرف والألبسة والأطعمة لا حصر لها عبرت عن غنى ثقافي وحضاري ملموس وحفلات شعرية وأدبية أضاءت أماسي وأنوار مدينة الجسور المعلقة وشموعها فطربت لها الجماهير القسنطينية الذواقة. حاجة مليحة الأسبوع الثقافي هذا ماذا بينا ولاية كل زور قسنطينة من كل مكان صافي بليسير حاجة مليحة. كنت شاكر جدا للمنظمين الساهرين على هذه التظاهرة هنا في ولاية قسنطينة وأيضا على الجمهور القسنطيني الرائع الذي أظهر تعطش كبير للثقافة بكل مكنوناتها وبكل تنوعاتها. التعريف بالزخم الثقافي الوطني مبعث على الفخر والاعتزاز. وبهدف تنمية وتأطير المواهب المسرحية بولاية تيزي وزو تنظم قرية تيروردا مع كل صائفة ورشات مختصة في التكوين المسرحي من بينها كتابة النصوص المسرحية والتقديم المسرحي باللغات العربية والأمازيغية والإنجليزية. جبارة مسعود. استهواها الفن والمسرح المجال الذي ألهم كاتيا وصديقاتها هنا في قرية تيروردا يلتقينا كل أمسية لمزاولة دروس التكوين في فن المسرح من طرف أساتذة محترفين. تنتيريس المياح رومزقون ما مزقون تمورثنا نامزقون فرانيا صافي دينا 3 سنين هي غينيا نكوني تفيرسن دوي دي خمن ذا غينيا تصفانا الفراني تمليلين تدوك لي وين نيال ندعنا هين دونك نخدم هكا غيا في كول اون كولابوراسيون افيك دوت اسوسياسيون انجلان دي لا ريجيون دي قسمو سنين ورشه غينيا لا فيغ أمزقون هرزولي خطال بيا اشتاقي سعودي ماما في قراية ينو أسينا ثنمير. يجمع المسرح مواهب هؤلاء الأطفال على اختلاف أعمارهم. هيك خدمة ذا قمزقون تهدع ثقيا يعني تلمد غطس نتمو سنوين يتعجب فيها تصلح لارا ونا نتكيف المياه في لاسوسياسيون يا غينيا عطس الفايده يدكوين تعاوني في المياه ذي قرايا نسان انو نتاموسني تفغنا فارا نتكيف في اللاسن في كياس الكونفيونس قطاسني انا ما ذا مزقون اما لو شون تراديسيونيل نكوني تولي غاش حفيفر غا في العوايد ذوان ساين نتمورثنا اون جينيرال وك ارغورنا ذيانا اون بارتيكولي. تكثيف النشاطات الثقافية في القرى خاصة في فترة الصيف يعد دعامة حقيقية لتكريس الحس الثقافي والتربوي للحرص على الهوية الوطنية وغرسها في الأجيال القادمة. بالفن الرابع نختم النشرة، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن إبراهيم وأعضاء مكتبه.
ارتفاع حصيلة الزلزال في المغرب إلى أزيد من 2120 ضحية. والجزائر تبدي استعدادها في حال قبول المغرب، إفادة فريق تدخل من الحماية المدنية بشكل استعجالي متكون من 80 منقذا متخصصا. تنصيب الولاة الجدد لولايات الطارف، عنابة وأم البواقي. وضمن مراسم التنصيب تأكيد على مضاعفة الجهود من أجل تكفل بانشغالات المواطنين وبعث تنمية محلية حقيقية. كما تابعنا، ولاية خنشلة تحقق محاصيل وافرة من التفاح باعتماد التقنية الحديثة والزراعة المكثفة. وبولاية عامة تسريع وتيرة منح عقود الامتياز ورخص حفر الأبار لإعطاء دفع للاستثمار الفلاحي بالمنطقة. رفع المردودية رهان المستثمرة الفلاحية بسيدي بالعباس بإدراج تقنيات الزراعة المدمجة مع تربية المائيات. ومن الصياد إلى المستهلك مبادرة من مهنية صيد البحري ببومرداس ضبطاً للأسعار. تابعنا في المشهد الثقافي الإبداع في حضرة الفن الرابع بمسرحية ثورة على ركح المسرح الوطني محي الدين بشترزي، وعروض فنية من عمق أصالة وتراث ولايتي المنيعة والبويرة في ضيافة عاصمة سيرتا قسنطينة. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.